Italia. Aquí, vamos. احنا بصراحة هذه تاني موسم نشترك فيه مع جو برو. احنا اشتركنا الموسم اللي فات وفوزنا ببطولة الكأس وبطولة كأس الكؤوس وطلعنا ثالث الدوري. بصراحة خبرتنا كتير ممتازة مع شركة جو برو من ناحية التنظيم ومن ناحية البطولة والفرق. احنا بدور بيبسي وبدورها الدعم للمجتمع والتواصل مع المجتمع بنقوم بالفعاليات هاي وبنلعب دائما مع بقية الشركات، وهذا بتخلق جو جميل بين الموظفين وبتعطي فرصة للتعارف بين الجميع. البطولة كان اليوم أول يوم، كانت بداية رائعة جدا، يعني حصل شوية تأخير من فريق تاني بس كانت بداية رائعة جدا. جينا كان الميوزك كله والستارت اب كان جميل، حمسونا وكانت جميلة وإن شاء الله لوكينج فورورد إنه نكمل معاكم لآخر الموسم. Today we started the second season of GoPro football season for companies in Amman. The first season had a great feedback from the participant teams, so now we exceeded a bit more from the participants first time, and we have 10 major companies participating with us. Companies like Pepsi, Fitness First, Bank of Jordan, etc. أنا أحمد عزامي، مشتركين ببطولة الشركات الخاصة وإحنا بنلعب مع فريق ألترا، وإن شاء الله خير وإن شاء الله البطولة هاي إن شاء الله بنأخذها إن شاء الله. شكرا. دكتوره ارجع عيب خليك